رحلة عبر التاريخ لستمائة قصة وقصة تجسدت في ستمائة صورة فوتوغرافية بين الأبيض والملون وبين الشخصي والعام، تحكي عن مدن وشعوب وأحداث مرت بها دول. وثقتها عدسات 122 مصوراً من حول العالم جمعت تحت راية مهرجان بيروت للصورة في نسخته الأولى في بيروت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ليعكس صورة لبنان الثقافية والحضارية. نظمته جمعية مهرجان الصورة ذاكرة بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب ودار المصور في بيروت. مهرجان بيروت للصورة هو بنسخته الأولى اللي انطلق من حمامات الرومانية بيروت، واليوم نحن بعين المراسي موضوعنا عن صيادين الأسماك اللي بيعيشوا على ساحل بيروت، اللي من ابتداء من عين المراسي انتهاء بالروشة على الدالي. هول الصور بيحكوا عن تجربتهم وعن حياتهم للصيادين. الهدف منه هو يعني مشاركتهم بهذا المهرجان لأنه هني جزء من بيروت وهني من تراث بيروت وتاريخها لبيروت. من يوم أول يوم وصلنا لليوم ونحن سعيدين بكل شيء شفناه في مهرجان بيروت لسببين. السبب الأول، بيروت عند كل حدا بيشتغل بالثقافة والفن هي عاصمتنا، ونحن شايفين كأن إن شاء الله هذا المهرجان رح يكون نقطة العودة تبع بيروت لدورة الحقيقي اللي هو إن شاء الله عاصمة الثقافة والفن في العالم العربي. والمسألة الثانية، رح نعتبر إن شاء الله مهرجان بيروت نقطة انطلاق لمهرجانات شبيهة بالدول العربية. وتضمن المهرجان معرضا تكريميا لمصورين رائدين يحترفون التصوير الفوتوغرافي. المعرض مستمر على مدى الشهر المقبل متنقلا بين عدد من المناطق والمنتديات الفنية والثقافية في العاصمة.